جماهير الزوراء ألف مبروك للكادر بالسلامة يوصلون للميناء. هذا الجمهور الميناء، النادي الميناء، احنا اليوم بيوتنا كلها مفتوحة للميناء والله، بيوتنا الجمهور الميناء ترى جمهور واحد، الميناء والزوراء قل ويا كل الفرق جمهور. لا الجوية لا واحد حرام الجوية حرام باوع منافس شغلة واحدة اقول لك بس اريدك تطلع لي اياها، انا اريدك تطلع لي اياها. رحمة الوالدك واقف قل له ابو برير خلي دخن تفوحتين احسن لك. مبروك لأم الزهرائية، مبروك لأم الزهرائية، إن شاء الله فوز مستحق. لعبوا اللاعبين بجدارة، لاعبين شباب، حتى اللاعبين البدلاء اللي بدال الركائز الأساسية قدموا. كابتن عصام مشكورة جهوده، لكن أعلق على نقطة واحدة. سنة 1982 الاتحاد الدولي قرر أنه يلغي أنه اللاعب من يرجع طوبة للحارس يلزمه. ليش؟ لأن قتل متعة كأس العالم كلها ب 1982. يعني هسه قلت الميناء خل الفيفا يغير القرارات. يعني دقيقة اثنين دقيقة ثلاثة لزم الطوبة وحضنها نام عليها دقيقتين ثلاثة، ماكو هيش لعب، ماكو هيش لعب. يعني انت شلون تقدم كرة قدم؟ مبروك حبيبي، مبروك يا حبيبي، مبروك للأمة الزورائية، وهارد لك لجمهور الميناء. الميناء طبعا اخوتنا، هم جمهور الميناء اخوتنا واحبابنا جمهور الميناء على راسي. لكن احنا على زحمة اخوي مباراة حلوة هاي الروح. اي احنا اخوتنا الميناء شلون قاعدين؟ لا 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 الميناء كابتن، الميناء والزوراء فريق واحد ان شاء الله. لكن احنا نعيب اليوم على حارس المرمى، حارس المرمى قتل روح المباراة. ها حقيقة اليوم المباراة جميلة بجمهورها. ها اي لا لا حقيقة جمهور الميناء اليوم، جمهور الميناء والزوراء اليوم جميلة المباراة بالجمهور ان شاء الله. وهارد لك لجمهور الميناء وشرفتونا وعلى راسك. الرحمن الرحيم، مبروك للأمة الزورائية، حظ اوفر للنادي الميناء، نادي الميناء عزيز على قلوبنا. احنا نروح هناك يوم هم يضيفونا ويحطونا على رؤوسهم، بس اليوم اللي قتل مبروك يعني للأمة الزورائية، وذول عزيزين علينا، احنا فريق واحد، ودائما احنا فريق ترى جمهور الزورائي يميل لنادي الميناء. بس مباراة حلوة، مباراة جمهور واحد. لا واليوم الجوية خسران أربعة، فرحان الجمهور الزورائي. أولاً مبروك للزوراء، مبروك لهذا الجمهور الوفي، مبروك للاعبين، للكادر التدريبي. مباراة حلوة إن شاء الله، والزوراء ماشي بالخط الصحيح. وهارد لك للميناء، الميناء والزوراء فريق واحد إن شاء الله، ماكو فرق. وألف مبروك للزوراء. مشكورين، نبارك الكادر التدريبي ونبارك للاعبين، نشكر جهودهم اليوم رغم شوية صعبة اللعبة علينا. يستاهلون، ولكن شوف الله يبارك فيك، مشكورين حبيبي، الله يخليك. يستاهلون، هي هاي الروح الرياضية، هو منافسة فقط على أرضية، طبعا على أرضية الملعب. بعدها خلاص شوف انت، شوف 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 احنا تحياتي لك حبيبي، الله يعزك، الله يخليك، الله يديمكم ان شاء الله. احنا شوف الحكام، شوف الحكم اللي قاد مباراة الكلاسيكو رجع للفار، ماكو يا اخي والله العظيم. يعني انتم جاي تطيرون حلاوة كرة القدم، هي غير كرة القدم، غير متعة يا اخوان، جاي تطيرون متعة كرة القدم. هسه شو يسوي الرجال عدنان درجال؟ احنا كل شو عدنان درجال وعدنان درجال. اذا نريد احنا من عدنان درجال، وصدق جمهور اوفياء، فاحنا نشكر عدنان درجال، لان عدنان درجال سوى ثورة للكرة العراقية. فمرة لخ نشكر اللاعبين ونشكر الكادر التدريبي، ولو هي هل تعادلين هاي مال زاخة وتهوك، ولا احنا داخلين المنافسة. فعلى كل، ولا الجوية ياخذ دوري، ولا جوية ياخذ دوري، رغم القسوة. خلي الشرطة ياخذ 30 ألف مرة، 30 موسم احنا ما ناخذ 30 سنة، وكل لعبة 30 سنة كل لعبة نغلب الجوية ونهدي للشرطة. ها فأنا أشرف بهذا الفوز، تحياتي.